ما حضراتكم شفتوا يعني النادي الاهلي في بينه وبين اي فرقه الحقيقه في الدوري المصري هنلاقي الارقام قريبه يعني. طيب تعالوا نروح بقى للجنه العضويات في النادي الاهلي. الحقيقه ان النهارده انت بتتكلم عن فرع التجمع الخامس اللي فيه طفره انشائيه كبيره جدا، وبتتكلم عن الشكل اللي بيظهر بيه الفرع ده بشكل فيه تطور للمباني وللانشاءات ولكل حاجه. كمان لازم تتكلم عن لجنه العضويات اللي بيترأسها الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بيعمل دلوقتي في فرع التجمع الخامس لقاءات، وامس الاربع شهدت اقبال كثيف جدا من الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد، واللي المقرر طبعا افتتاحه اول الشهر المقبل ان شاء الله. ولجنه العضويات الفتره دي بتقوم بمقابلات شخصيه مع الراغبين في الدخول في عائله النادي الاهلي او الانضمام لعائله النادي الاهلي للاستفاده من الخدمات المقدمه للاعضاء. والطفرة الإنشائية الهائلة جدا اللي بنشوفها في الفرع ده تحديدا يعني، واللي بيشهدها النادي الأهلي الحقيقة بكل فروعه بما يتسب مع اسم النادي الأهلي وبيلبي طموحات الأعضاء. وطبعا الاجتماع ده تحديدا أو اللجنة دي كانت أول لجنة داخل أول اجتماع داخل اجتماع الفرع داخل الفرع ده، أول لجنة للعضويات داخل فرع التجمع الخامس لتيسير على الراغبين في الاشتراك بدل ما يروحوا طبعا للفروع الأخرى أو يروحوا فرع الزمالك اللي هو فرع الجزيرة يعني أو يروحوا فرع 6 أكتوبر. لا، احنا دلوقتي أهو كمان في اجتماعات خاصة في فرع التجمع الخامس، وفي الإدارة المالية والإدارات الخاصة وكل حاجة موجودة في فرع التجمع الخامس. الفرع ده تحديدا يا جماعة الواحد كان محظوظ إنه شاف حجر الأساس وهو بيتحط، وكان موجود اليوم ده، وفي نفس النهارده احنا يعني لو رحت شفت الفرع ده بالمنظر اللي انت شايفه معانا على الشاشه ده حاجه تحفه، حاجه رائعه. شخصيه النادي الاهلي باينه في كل حاجه في المكان، في اقبال كبير جدا، في اقبال كبير جدا على الاشتراك في فرع التجمع الخامس. الناس كلها عايزه تنتمي لعائله النادي الاهلي من خلال فرع التجمع الخامس. حقيقه يعني احنا نتمنى ان الناس تخش معانا في عائله النادي الاهلي وتكون موجوده وكل حاجه، لكن الموضوع من 1/7 هيبقى مختلف لما الفرع يتفتح من بعد 1/6 مع 1/7 بقى الشهر اللي بعديها، هيبقى الموضوع مختلف خالص يعني. هتلاقي بقى الموضوع اختلف تماما في حته الاسعار واشتراكات العضويات والكلام ده كله. الفرع زي ما حضراتكم شايفين كده على اعلى مستوى، دي ملاعب التنس هناك حاجه رائعه. المساحات كمان بقت كبيره جدا، بقى عندك ان انت تقدر تعمل دلوقتي حاجه كده يعني زي ما بيقول كده طفره مش بس في الانشاءات، طفره الاماكن دي كلها هتبقى اكاديميات للتنس، اكاديميات للكوره، اكاديميات لكل حاجه. دي ملاعب الكوره اهي ان شاء الله، دي هتبقى ملاعب اكاديميه فرع التجمع الخامس. حاجه على اعلى مستوى، انت بتشوف وبتنبهر بالمساحه وبتنبهر بالتكنولوجيا المستخدمه يعني.